سياره ثانيه اللي هي واحد الشركه تدعى شركه نيو موتور، واللي تم تقديم واحد الشخص يدعى نسيم بالخياط كممثل ديال الشركه جلاله الملك صاحب هذا المشروع. الشركه هذه قدموا جلاله الملك وهاد الناس اللي هما قدموا، ما فهمتوش انا علاش ما قدموش الشريك الثاني. هنا السؤال، الشريك الثاني الذي له علاقه بالوزير اليوم اللي تيفتتح المعرض ديال الكتاب، الوزير محمد سعيد بن محمد مهدي بن سعيد، اللي هو الشريك الثاني في هذه الشركه هذه، هو والعائله ديالو، علاش ما قدموهلوش؟ هنا تطرح التساؤل ونقدموا له نسيم بالخياط. نسيم بالخياط اللي هو اصلا ماشي ابن الميدان ديال تصنيع السيارات، ولا له تجربه في ميدان صناعه السيارات، لا ولا الشريك ديالو مهدي بن سعيد، انسان حاصل على دراسات في القانون، واحد في القانون يجي يصنع لي السياره. المهدي بن سعيد الوزير اللي معروف عن انه عمره اشتغل، هو الشريك الثاني، هو والعائله ديالو فهاد الشركه هذه. بمعنى حنا المغاربه تنتفرجوا عمليه تتقدم لينا ويتم اقحام المؤسسه الملكيه. دابا حتى ما تيقدر يهضر وحتى ما تيقدر يتكلم، علاش؟ تيقولوا بان هذا المشروع وقف عليه جلاله الملك. اي وقف مشكور، لان جلاله الملك اب جميع المغاربه ولا يميز بين افراد الوطن الواحد، ولكن اللي كان علينا هو اننا البلاد اللي كانت باغا تمضي في صناعه السيارات غادي تقدموا طلب جميع المغاربه ونمشيو للمدارس المختصه في الهندسه الميكانيكيه بما فيها الهندسه المحمديه للمهندسين، ونشوفوا الكفاءات والادمغه وشنو ممكن يقدموا لنا في ميدان صناعه السيارات، وندعموهم من المال العام، ونفتخر بذلك، ويكون عندنا الشرف على اننا البلاد ديالنا تنضم لمسار دول السياره المغربيه فعلا، ولكن كفاءات حقيقيه. حنا كنشوفوا ما يسمى بحكومه الكفاءات بين قوسين، حنا تنشوفوا دابا غير الفشل، ويتم حمل بعض الاشخاص الغرباء على ميدان صناعه السياط الى جلاله الملك. نسيم بالخياط منين جاي؟ رجل درس القانون في فرنسا ولا يتحول تجي السيارات في المغرب، هو والمهدي بن سعيد كنرجعوا لنيو موتورز. حنا تنطرحوا التساؤل، اين براءة اختراع شركة نيو موتورز؟ واش عندها المحرك؟ واش عندها براءة الاختراع؟ ما كاينش الحديث على براءة الاختراع. اذا على اي شركة لتصنيع السيارات تنتكلموا عليها؟ هادشي حنا اللي تنبغيو نوضحوا، ان هاد الشركة هادي بالذات تم تمرير الملف ديالها في اللجنه ديال دعم الاستثمارات، لان سياسه التصنيع والمخطط الوطني للاستثمار في اطار شراكه ما بين هذه الشركه والقطاع العام. القطاع العام شكون اللي عضو فيه؟ محمد مهدي بن سعيد الشريك رقم جوج في الشركه، بمعنى ان الحكومه تتعاقد مع نفسها من خلال شركة نيو موتورز اللي المهدي بن سعيد هو شريك فيها. حنا هنا كنلقاو راسنا امام واحد المبلغ ضخم ديال 50 مليار اللي مرصوده لهاد الشركه هذه بالذات، والحال ان هناك برنامج اوراش فرصه كانت المبادره الوطنيه. علاش واش هاد الناس هادو فوق القانون؟ واش مواطنين درجه اولى باش غادي يجيو نمنحو لهم حنا 50 مليار من المال العام؟ كان عليهم بحال المغاربه يشدوا الصف، يشدوا الصف ويضربوا المثل في الوطنيه، عنده اوراش صح. عباد الله 50 مليار دفعه واحده، وراس المال ديال الشركه بدا ب 10000 درهم. واش حنا زعما هاد المغاربه كاملين عندنا زعما ما كنفهموش، ولا حنا عندنا الكرون باش حنا نبداو نتفرجوا؟ راه ما يمكنناش حنا نسكتوا على هذه المسائل بهذا الحجم هذا. 50 مليار الناس ما عارفينش منها حتى الثلث ديال راس المال ديال هذه الانتاجات ديال هذه السياره. حنا ما عارفينش، وفي اطار النموذج التنموي الجديد هناك التوجه حتى يكون القطاع الخاص تيستثمر يعني بما يفوق الثلثين. حنا دابا تنمولوا شركه خاصه، دابا باش نسميو الامور بمسمياتها، تنمولوا شركة خاصة
عليها عده علامات استفهام، واش عندها براءه الاختراع، واش ما عندهاش، ما هاد الناس ما دخلوش شرو شي روضي مراوا، يعني جاو حلموا قال لك حتى لقاو راسنا قال لك يصنع لنا السياره غدا، يقول لنا نصنع لكم، واش حنا دابا غدا شي واحد يقول لنا نصنع لكم الصاروخ نعطيوه 50 مليار عاود، واش حنا غادي نوليو نتعاملوا بهذه الطريقه هذه كاننا ماشي دوله عندها 12 قرن اللي يجي يقول لنا غنعمل لكم مشروع هكا 50 مليار؟ وعلاش بدات تصد له شركته 50 مليار من الدوله من الحكومه؟ الا كنا حنا هنا امام شبهه تضارب المصالح، هادو بقدره قادر 50 مليار كتخرج وتمشي الشركه بالذات احد اطرافها هو وزير في الحكومه، واللجنه كيشرف عليها اخنوش رئيس الحكومه، هذه اللجنه ديال اللي مرات 67 مشروع، وحنا دابا خاصنا نطرحوا التساؤل على 67 مشروع الاخرى، ماشي ضروري تكون انت عضو في الحكومه باش انت تستافد، والا حنا غادي نوليو هنايا في اطار دوله داخل دوله، اللي سبق عبد الاله بن كيران سبق له قال ما بغيناش نتحولوا لدوله داخل دوله. هذا براءه الاختراع علامه استفهام، شركه عندها ماضي في التصنيع ما كاينش، هذه ماشي شي شركه دخلوا عليها هاد الناس ونقلوها للمغرب باش تنتج لنا السياره. اذا كاين قطع هي في المغرب يوريوهم لينا. ولا كانت الدوله قالت كندعم القطاع الصناعي ومادام فلوس خارجه من الخزينه العامه الدوله، هاد الشركه خاصها تكون مؤسسه عموميه. وتكون في ملكيه الدوله كما عندنا المكتب الوطني للمطارات، غادي تكون شركه عموميه كما كان الحال على شكل في اطار اتصالات المغرب. راس مال مغربي، هاد الناس شنو عاطين باش داخلين؟ راس مال ديالهم شنو تيكسبوا؟ فلوس الدوله المغربيه، وبالتالي هاد الشركه هادي خاصه وان حتى الارض على قايمين المشروع هو ارض تابعه للجماعه، مكنيه ب 10000 درهم 12 مليون جوج دو هكتار، جوج هكتارات 12 مليون في السنه، بمعنى ان المنتوج كامل والامكانيات هي امكانيات مغربيه، ولكن هي في ملكيه جوج الاشخاص احد اطرافهما وزير في الحكومه. اخنوش يتاجر في المحروقات وما عرفناش الكونتور دابا فين وصل، اخنوش الكبير، حنا دابا تنشوفوا اخنوش الصغير اخذ في الانبيعات، الاخر اي بي يبيع لنا الماسوط وليسونس، والاخر يبيع قال لك يصنع لنا السيارات، اين صنع؟ والمشكل راه عباد الله راه حامل جنسيه فرنسيه، دابا اللي لا خرجوا وضاعوا ولا تحولوا، كيفاش نسترجعوه؟ كيفاش راه جا عباد الله من فرنسا ما عنده والو، جا من فرنسا ما عنده والو، تحول في المغرب باش تعرفوا هذه البلاد هذه، جا للمغرب اصبح صاحب مصنع للسيارات. وشريكه الاخر راهو في الحكومه، بمعنى واحد في الواجهه يمثل الشركه والاخر والشريك الثاني راه هو مختبئ في الحكومه. وحنا هادشي هذا كما قلت باش ما نطولوش، وفي اطار دوله المؤسسات حنا تقدمنا بجوج ديال المراسلات ترمي الى فتح تحقيق، الاولى الى السيده الفاضله اللي عندنا الثقه فيها زينب العداوي رئيسة المجلس الاعلى للحزب القائع، هذه احنا كنوضعوها راه الاشارة ديال الصحافة المغربية المحترمة والمناضلة اللي ما تتوخاش الدعم من وزارة الاتصال باش انها تمشي مع هذا الاتجاه ولا تمشي مع هذا الاتجاه. تنشكروا نعاودوا الشكر للجرائد المغربية اللي عندها حب الوطن وحب الملك. هذه الشكايه الاولى، والمراسله الثانيه فتح تحقيق الى السيد رئيس النيابه العامه، لاننا تنشوفوا بانه ينبغي فتح تحقيق في هذه الشركه هذه قبل ما نحطوا عندها فلوسنا حنا المغاربه. اذا كانت المملكه المغربيه مملكه السخاء فهي تحيل على جميع المغاربه، تكون عندنا حنا كل واحد فينا عنده شركه ب 50 مليار في اطار المساواه وفي اطار تكافؤ الفرص، باش تكري لي شركه ب 10000 درهم مليار وهنيئا مريرا لكم، فهذا الشيء تيخدش قيم العداله ومبادئ الانصاف، وماشي هذا هو المغرب اللي حنا كنخدموا عليه.